الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم من جديد في قناة التشتوشي. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة جميلة هنعملها مع بعض. قبل اي شيء نسمي الله، نصلي على سيدنا محمد، نبدأ نعمل اشتراك في القناة. الناس اللي لسه بيشوفونا لاول مرة، تأكد تماما ان لما هتعمل اشتراك في القناة وتسيب تعليق ان شاء الله باسرع وقت هيترد لك في قناتك باشتراك، عشان الكل يكبر مع بعض. النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى شوربة كوارع، بس كوارع خروف. كل عام وحضراتكم بألف خير. عندي اربع كوارع هوريكم دلوقتي ازاي هنبدأ نكسرهم وننظفهم. هما متنظفين، وفي فيديو قبل كده ان شاء الله هحطلكوا الرابط بتاعه يوريكوا عملية التنظيف. بس عشان بقى ابدأ اكلهم لازم ابدأ اقطعهم. ده حضراتكم الجزء ده اسمه بيت الشعر، ده لازم يتشال. يتشال ازاي؟ ان انا افتح بالسكينة كده ما بين الكوارع، تمام، للآخر، واجي في المكان ده اشيل بيت الشعر ده. لازم يتشال، تمام. ونبدأ نكسر الكوارع ونكسر الماسورة بتاعتها. دي الكوارع بتاعتنا، هنبدأ ننزل بيها في حلة اللي فيها المية اللي بتغلي. مش هنضيف اي اضافات، كده سلق عادي جدا. لو في ريم او في حاجة نشيلها قبل ما نبدأ نضيف البصل والحبة هام بتاعنا وورق اللورة. تابعونا في الخطوة اللي جاية. زي ما حضراتكم كده شايفين شلنا الريم كله والمية غليت، بنبدأ ننزل. عندي البصل وعندي ورق لورا، عندي حبهان، عندي جزر، بننزل بيهم على الشوربة بتاعتنا وبننتظر أحسن شوربة وأحسن فتة. تابعونا في الخطوات القادمة. هنبدأ نجهز أجمل فتة. الله أكبر الله أكبر لا إله. أحلى معلقة شوربة. الله أكبر. الله أحلى معلقة صلصة. لله الحمد. الله أكبر. الله معلقة شوربة تاني. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. أجمل فتة. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد. بس لسه، انتظروا الطشة. الطشة دي بقى اللي بتدي الطعم كله. طب هنا الكوارع عندي استوت وبقت زي الزبدة. نبدأ بقى نجهزها علشان نقدم أحسن شوربة زبدة. أكبر الله أكبر. أحسن كوارع مع أحسن فتة وأحسن شوربة كوارع. أحلى شوربة كوارع. انتظرونا في الشكل النهائي والطشة، انتظرونا. هنبدأ دلوقتي نعمل الطشة. عندي معلقة سمن كويسة جدا كده وكبيرة، هحط عليها معلقة ثوم.
بعد إضافة الثوم بنستمر بالتقليب كويس قوي. الحمد الله أكبر الله. بعد كده بنجيب نص فنجان خل وبنضيفه على السمن وعلى الثوم. زي ما حضراتكم كده شايفين، هي دي الطشة، هي دي الريحة الخطيرة دي حضراتكم. هناخد دلوقتي منها كده كبشة نحطها على وش الفتة، وكبشة تانية هنحطها على وش الشوربة. ده اللي بيدي الطعم لأي أكل، ده شغل المحلات في الخارج. تابعونا في الشكل الأخير، تابعونا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الله، دي أجمل شوربة، وكمان شوية فلفل أسمر. أجمل فتة، شوية فلفل أسمر. كل عام وحضراتكم بألف خير، وما تنسوش اللايك للفيديو وسبسكرايب للقناة. تحياتي لحضراتكم، تحياتي.